امبارح كنا في وسط الناس، امبارح او اول امبارح في مباراه النادي الاهلي والترجي، كنا في وسط الناس ونزلنا زي ما قلت لحضراتكم في قهوه، اخترنا قهوه، نزلنا القهوه لقينا جمهور النادي الاهلي، قعدنا في وسطهم اتفرجنا على المباراه واتبسطنا واتكلمنا قبل المباراه واثناء المباراه وبعد المباراه. النهارده عندنا شيء مختلف، احنا رحنا لجمهور النادي الاهلي بس في البيت. ليه رحنا في البيت؟ هقول لكم على الحكايه، ودي ان شاء الله ان شاء الله هنحاول نعملها كل اسبوع عشان دايما يبقى هناك تواصل ما بين البيت الكبير وما بين جمهوره، جمهور النادي الاهلي، لان البيت الكبير بيضم كل جمهور النادي الاهلي. عملنا هنعمل دايما التواصل ده مع حضراتكم من خلال ايه؟ ابعتوا لنا على الصفحه، هننزل تنويهات خلال الفتره القادمه. اي حد عنده حاجه او فكره في دماغه عايز يعملها للنادي الاهلي، او عنده مثلا عدد كبير من التيشيرتات القديمه والنادره، زي تقريرنا النهارده مع احد محبي النادي الاهلي اسمه احمد مصطفى من اسكندريه، عنده تيشيرتات من الوراق، من الوراق انا اسف اسكندريه عشان احنا بنفكر في حاجه هنقولها لكم بكره او بعده ان شاء الله. فمن الوراق احمد مصطفى عامل حاجه نادره كده، مكون او مجمع كل تيشيرتات النادي الاهلي. هنفرجكم على هذا التقرير، ولكن اكمل بس الفكره اللي في دماغي، ان انا عايز حضراتكم دايما تبعتوا لنا وتقولوا لنا، اي حد يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك، على صفحه قناه النادي الاهلي، يقول يا جماعه انا عندي كذا كذا كذا، انا دهن بيتي من بره مثلا بعلم النادي الاهلي، انا المخدات بتاعتي كلها النادي الاهلي، اي حاجه فكروا معانا دايما. انا عايز دايما يبقى في تواصل مع حضراتكم من خلال البيت الكبير. في غية حمام، يعني انا لسه عاوز بيقول لي في غية حمام معموله على شكل النادي الاهلي في اسطح احد المنازل، احنا بندور عليها او بندور على صاحبها عشان نروح نصور معاه في بيته. هي دي الحاجات، هي دي الافكار، عايزين جمهور النادي الاهلي دايما يبقى معانا. الحاجات الاشياء الجميله جدا اللي احنا بنشوفها دي على كل مواقع التواصل الاجتماعي عايزين نشوفها من خلال ايه؟ من خلال ان حضراتكم هتبعتوا لنا. احنا هنعرف منين؟ ابعتوا لنا دايما على صفحتنا على قناه النادي الاهلي، الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي، واحنا هنفلتر هذه الامور ودايما هنروح نعمل تقارير عشان دايما تبقوا متواجدين معانا ويبقى دايما في تواصل. خلينا نشوف هذا التقرير الرائع الحقيقه على تيشيرتات النادي الاهلي النادره مع احد محبي وعشاق النادي الاهلي اسمه احمد مصطفى زي ما قلت لحضراتكم في الوراق، وبعديها فاصل، وبعد هذا الفاصل داخل البيت الكبير هيكون السيد حمدي العشوائي، النجم الكبير كابتن سيد حمدي، هيكون معانا في حوار طويل جدا هنتكلم فيه عن مباراة الترجي وعن ذكرياته في النادي الأهلي وعن الماضي والحاضر والمستقبل من خلال وجود الكابتن سيد حمدي دايما في البيت الكبير. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل كابتن سيد حمدي. أنا اسمي أحمد مصطفى عبد القادر، باحث طبعا في تاريخ النادي الأهلي، عندي 44 سنة وشغال محامي، وعندي ثلاث أبناء جودي وفرح ومشهورين جدا بحبهم للنادي الأهلي، وآخر العنقود سليم لسه 6 شهور، ومعروف بحب للنادي الأهلي وعاشق للنادي الأهلي من زمان يعني. أنا عن اقتناع وعن حب كان عندي 9 سنين، بدأت أتفرج وأشوف إزاي الأهلي بيحقق البطولات، إزاي المبادئ النادي الأهلي وبطولاته بتتحقق إزاي، وبدأ الحب والشغف الغير طبيعي للنادي الأهلي. بدأت إن أنا أشتري البوسترات بتاعت اللعيبة والنجوم في بطولة كأس مصر سنة 85 بالتحديد، كان عندي 9 سنين ساعتها. الأهلي لعب مع نادي الزمالك بالفريق الكبير، والأهلي لعب بالأشبال، وساعتها قدر النادي الاهلي يحقق الفوز على نادي الزمالك 3-2، وقدر النادي الاهلي يحقق البطوله ديت، يحقق المكسب ويوصل بطوله الكاس، ومن هنا كانت بدايه الحب للنادي الاهلي. بدات من الطفوله، بدات اجيب المجلات،
كل حدث كل بطولة بيحققها النادي الأهلي أشتري الجورنال بتاعه أو المجلة. زمان كانت المجلات كانت قليلة شوية، فكنت بجمع الجرائد وكنت أجمع البوسترات، فمن حين لآخر بدأت أن أنا أحتفظ بيهم وأشيلهم عندي، وبدأت أعمل مكتبة. وطبعا كان صعب جدا أن أنا أفرط فيهم، ودايما كنت بحافظ عليهم، وده كان بيقابلني مشاكل في أن أنا أشيلهم إزاي أو أوديهم فين وأنا طفل صغير. أول حاجة أشتريها كانت من على باب المدرسة الابتدائي وأنا صغير، كان بوستر للنادي الأهلي، كان طبعا كان سنة 85-86، وطبعا صور كابتن محمود الخطيب، ومجلة الأهلي دايما كنت بواظب عليها. والدي طبعا كان أهلاوي كبير جدا ربنا يحفظه، كان كل أسبوع كل خميس لازم مجلة الأهلي دي تبقى موجودة عندنا، قدرت أن أنا أحافظ عليها وأحتفظ بيها على طول. تيشيرت النادي الأهلي مش أي تيشيرت، ومش تيشيرت عادي، لأن كل تيشيرت بيحكي قصة وبيحكي حكاية، لأن هي أصلا روح الفانيلا الحمراء. الفانيلا الحمراء دي قصة تانية وموضوع تاني كبير جدا، فلازم أن أنا كل فانيلا بيبقى ليها بتحمل ذكرى وبتحمل موضوع كبير جدا. فانيلة النادي الأهلي مش فانيلا عادية، فانيلة النادي الأهلي هي دي تروح الفريق أصلا. فكنت حريص جدا أن أنا دايما لازم أقتنص أي فانيلا تنزل أو أي فانيلا تبقى موجودة على قد ما أقدر. بس زمان في التمانينات ما كانش متاحة الموضوع ده قوي، فبدأت من التسعينات بدأت أن أنا أبدأ أن أنا أجمع على قد ما أقدر. وحاليا دلوقتي برضو بحاول أن أنا أجيب التيشيرتات القديمة، وبقدر أن أنا أحصل على حاجات قديمة جدا. وزي التيشيرت اللي أنا لابسه دوت، ده تيشيرت سنة 1981. طبعا تيشيرت زي دوت ده بيحكي حكاية لوحده، يعني مثلا اللي هيبص هيشوفني مش هيشوف فيا أحمد مصطفى، هيشوف فيا كابتن محمود الخطيب، هيشوف كابتن صفوة الله يرحمه، كابتن محمد عامر، كابتن ماهر همام. كل المجلات والجرايد الخاصة ببطولات النادي الأهلي طبعا كل فترة لازم أطلعها وأشوف ذكرياتها، ومش بس بكتفي بكده، لا ده أنا بعملها سكان كمان وبهوريها للناس علشان الأجيال الجديدة اللي طالعة تقدر تشوف تاريخ النادي وتعرف تاريخ النادي وتعرف النادي وصل لنادي القرن إزاي، علشان ده النادي الأهلي. فلازم أعرف الناس برضو، دي رسالتي إن أنا أوصل للناس كل المجلات ديت وكل الحاجات دي بتقول إيه. مبدأ النادي الأهلي واحد، مفيش أي حاجة اتغيرت، الأهلي فوق الجميع، دي رقم واحد. مفيش أي يعني التغير هو التطور الطبيعي اللي بيحصل في الكورة، التغير بيبقى في الملعب بس، لكن مبادئ النادي الأهلي واحدة ما بتتغيرش، الأهلي فوق الجميع. وطبعا روح النادي الأهلي ثابتة زي ما هي ما بتتغيرش. طبعا مباراة اللقاء الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا، دي أول مرة يلتقوا في نهائي أفريقي، طبعا كانت مباراة مهمة جدا، بس للأسف كان عندي شغل يوميها، فصممت أن أنا أتابع اللقاء وأنا عم بتفرج على الماتش. طبعا كان بختلس بعض الوقت كده هوت، وقررت أن أنا أتفرج على الماتش بقية الماتش كامل. طبعا ساعة جون قفشة طبعا كنت خرجت عن شعوري تماما، ونفس اللي حصل ساعة هدف كابتن أبو تريكة في الصفاقسي، كان الشعور واحد تقريبا، أن أنت بتخرج عن شعورك تماما، وكانت فرحة جميلة جدا جدا جدا. عندي برضو أولادي بيحبوا هواية، بيجمعوا كل حاجة بتخص النادي الأهلي من مجلات ومن فانيلات، ولسه لحد مبارح كانوا شبطانين ان انا اجيب لهم التيشيرت الجديد، وبرضو فيهم الهواية ديت بتاعت التيشيرتات، بس طبعا التيشيرتات الحديثة بالنسبة لهم هي الافضل، وهيقدروا يحافظوا برضو على نفس التراث.